السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، مرحبا بكم في فيديو جديد عن تخفيضات السيارات. في الفيديو ده هنتكلم عن تخفيض السيارة بيجو 508 موديل 2020. ده فيديو من سلسلة فيديوهات بتتكلم عن تخفيضات كل العربيات من آخر 2019 حتى وقتنا هذا، لمتهم كلهم في سلسلة فيديوهات واحدة علشان الناس تبقى عارفة العربية اللي هم عايزين يشتروها نزل عليها تخفيض ولا لا، وهل هي قيمتها فعلا مناسبة ولا مفروض ينزل عليها تخفيض أكتر من كده، وعشان تعرف الشركات اللي عملت تخفيضات والشركات اللي لسه ما دخلتش في موجة التخفيضات، عشان نعرف برضو العربيات اللي حصل فيها تلاعب وزودوا سعرها ورجعوا عملوا تخفيض. النصيحة اللي بنقولها للناس واي حد بيكلمني اي حد بيبعت لي بقول له نصيحة، بلاش تشتري دلوقتي، انت في وسط معركة ما بين التوكيلات والاسعار كل يوم في نزول، ما تستعجلش، اقفل على فلوسك علشان ما تمدش ايدك عليها، وما تشتريش عربية دلوقتي، لسه العربيات اسعارها غالية ولسه العربيات قيمتها قليلة جدا بالنسبة للسعر العالي، لسه في تخفيضات تانية كتير، انتظر ما تشتريش دلوقتي. وقت الشراء هتلاقي كل الناس بتتكلم عن الوقت المناسب للشراء. لو عجبك الفيديو ممكن تدوس لايك وممكن تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تجيلك الفيديوهات الجديدة. نبدأ على بركة الله. شركة بيجو خفضت أسعار بعض سياراتها، حيث رأينا تخفيضات 301 ودلوقتي بيجو 508 موديل 2020. شركة بيجو خفضت بيجو 508 بشكل رسمي علشان العربية تنافس بشكل قوي الفترة دي في السوق المصري. هنشوف تخفيضات من جميع شركات سيارات، تخفيضات أوبل، انسيجنيا، وشفورليه ماليبو، وكتير من التخفيضات التانية. العربية بتنافس كتير من العربيات القوية الموجودة في السوق المصري، بتنافس فورد فيوجن 2020 وسكودا سوبرب 2020 وأوبل انسيجنيا وباسات، وبتنافس عربيات تانية كتير قوية. مانسيكو وكيل بيجو في مصر خفض أسعار العربية بيجو بداية من بيجو 301 لحد بيجو 508 اللي بنتكلم عنها دلوقتي. والبيجو 508 المتواجدة في الأسواق المصرية حاليا نازلة بشكل جديد وتصميم جديد تماما، وهو تصميم قوي جدا ويعتبر التصميم الأفضل في الفئة السعرية دي، حيث تغلب على العديد من السيارات في موضوع التصميم. العربية بيجو 508 ما تغيرش المنافسين بتوع العربية بعد التخفيضات، ولسه لحد دلوقتي في نفس الفئة السعرية بفرق سعري بسيط بعد التخفيض زي قبل التخفيض. عشان كده التخفيضات ما أثرتش على العربية بيجو 508 بشكل كبير. طبعا التخفيضات دي كلها هتيجي في مصلحة المستخدم بشكل أساسي، وننتظر مزيد من التخفيضات عشان نوصل للسعر العادل في الأسواق المصرية. العربية الفئة الأولى منها موديل 2020 نزلت بسعر 475,000 بدل 500,000 بتخفيض 25,000 جنيه. الفئة الثانية نازلة بسعر 525,000 بدل من 550,000 بتخفيض 25,000 جنيه. الفئة الثالثة نازلة بسعر 600,000 بدل من 630,000 بتخفيض 30,000 جنيه. الفرق بين الثلاث فئات دي، الفئة الأولى اسمها أكتف، فيها فرش قماش، فتحة سقف، فميه، نظام ذكي لركن السيارة، فيها جنوط، مثبت سرعة، كاميرا خلفية، جميع وسائل الأمان وأنظمة الفرامل اللي احنا عارفينها. الفئة الثانية ألور، بتزيد على الفئة الأولى إن فيها فرش جلد، فتحة سقف بانوراما، فوانيس ضباب، جي بي إس. الفئة الثالثة جي تي لاين، زادت على الفئة الأولى والثانية ببدال شفتات، كراسي كهرباء. في نهاية الفيديو أتمنى أكون قدمت لكم معلومة مفيدة، أشكركم على حسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى المشاركة والاشتراك بالقناة ليصلك كل جديد.